مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله كالعادة كده هيكون معانا فقرات مختلفة إن شاء الله كمان تعجبكم، وهبدأ أقول لكم إيه هي فقراتنا من الآخر للأول. بعد أول ساعة من إن بوكس هيكون معانا فقرة عيش صح، وبعدها هيكون معانا إن بوكس بعد المداولة واللي بينورنا فيها المستشار أحمد فوزي حجازي، واللي هيكلمنا النهاردة عن إنذار الطاعة. طبعا لكل الناس اللي عندها أي استفسار أو استشارة قانونية خليكم تابعنا لحد الساعة الثانية. أما دلوقتي في أول ساعة من إن بوكس، في آخر فقرة هيكون معانا فنان شاب يمكن تألق مؤخرا في مسلسل ما وراء الطبيعة، وهو الفنان عبد السميع عبد الله. يمكن كان قايم بدور دكتور كمال اللي قال عنه دكتور رفعت اسماعيل ان هو عدو الشمس. طبعا هنعرف بقى تفاصيل اكتر من خلال عبد السميع وكواليس كمان المسلسل وحكايات كتير، خليكم تابعينا لحد اخر فقره. اما الفقره اللي جايه بقى فهنتكلم معاكم عن موضوع قد يبدو للبعض ان هو غريب شويه، ولكن هنتكلم عن اول حفلة موسيقية للكلاب في مصر. ما تستغربوش، ولكن فعلا في حفلة اتعملت للكلاب في مصر، وكمان مؤسس المبادرة أو الفكرة دي أو الحفلة دي وكمان غنى فيها. هنعرف تفاصيل أكتر بقى في فقرتنا اللي جاية، فخليكم متابعينا. دلوقتي بقى حابين نتكلم معاكم عن مبادرة اتعملت. أحمد بكر هو صاحب المبادرة دي. إيه هي المبادرة؟ طبعا الرجالة كده لما بتتجوز معروف عنها شوية إن هم بيتخنوا، وتحديدا منطقة الكرش. فأحمد بكر فكر إن هو يعمل مبادرة كده لكل سكان منطقته، وبالتحديد منطقة الشروق والعبور. عمل إيه؟ عمل دوري لكرة القدم للمتزوجين في منطقة الشروق والعبور. طبعا يعني قصة كرة القدم دي من أكتر الرياضات المحببة للرجالة، وطبيعي زي ما قلت لكم أنه بعد الجواز يعني هو احنا كمان بنتخن، ولكن الراجل بيكون موضوع الكرش عنده ده بيسبب له أزمة. فهو فكر أنه ليه ما يبقاش في رياضة وكلنا بنحبها وحابين أن احنا نلعبها. وفي نفس الوقت كانت الفترة اللي فاتت أزمة كورونا والحظر، وناس كتير كمان اتجوزت في الوقت ده، فليه ما يستغلوش الوقت الفاضي اللي عندهم بالرياضة، وفي نفس الوقت هم بيحافظوا على صحتهم، وفي نفس الوقت بيستغلوا الوقت الفاضي اللي عندهم بحاجة هم بيحبوها. طيب عشان نعرف تفاصيل أكتر عن دوري الشروق والعبور للرجالة المتجوزين بالتحديد، فإحنا معانا دلوقتي على التليفون أحمد بكر صاحب الفكرة. ألو يا أحمد. ألو، مساء الخير. مساء النور، إزيك؟ إزيك يا أستاذة نور، عاملة إيه؟ الحمد لله بخير، كله حلو. الحمد لله يا يعني رب دايما، واهلا وسهلا بكل فريق اعداد بكر. ربنا يخليك، ميرسي جدا. احمد، يعني قول لنا كده، ايه اول حاجه خليتك تفكر ان انت تعمل الدوري ده؟ هل هو الكرش بس هو السبب ولا في حاجه ثانيه؟ لا، هو طبعا كان الاساسي طبعا الكرش عامه. حلو. بس الفكره عامه ان انت معترف. ده اكيد. لا ده اكيد. الفكره جات لي عامه اولا طبعا عشان حب كره القدم، وانها ممكن تبقى الوسيله الوحيده لتجميع الشباب المتجوز حديثا عامه، وخاصه في المدن الجديده. بس ده كان اول هدف بالنسبه لي. انت بقالك قد ايه بتعمل الدوري ده؟ والله انا يعتبر من 2018، يعني داخل سنتين ثلاث سنين اهو. خلاص بالظبط. اوكي، طيب قول لي يا احمد، هل حصل يعني اقبال من الناس اول لما انت بدات فكرتك، او بدات تقول ان انا هعمل دوري لكره القدم للمتزوجين في المناطق دي، حصل اقبال منهم ولا اقتصر بس على صحابك او معارفك؟ لا، هو طبعا بصي، اولا ما كانش في ولا صحاب ولا معارف. كل واحد بيروح المدن الجديده دي بيروح لوحده، هو اللي كده، فاهمه؟ صح. فطبعا كلنا بنبقى مستنيين، وانا واحد منهم مستنيين ان احنا نشوف بس الكره بتجري واحنا نجري وراها بمعنى اصح. فمجرد ما الاعلان نزل، طبعا كلنا زي بعضينا لسه بقى، ما لناش صحاب وما لناش قراي وما لناش جيران وما لناش اي حاجه. فالحمد لله لقيت اقبال شديد يعني. طب وجمعت الناس ازاي؟ يعني هل كان من خلال مثلا السوشيال ميديا، ولا من خلال جيرانك مثلا؟ يعني احكي لي كده. لا، ما انت حضرتك اكيد عارفه ان اللي بيحركنا دلوقتي في الدنيا عامه هو السوشيال ميديا. بالظبط كده. فهي بصراحه كانت هي الحاجه الوحيده اللي وصلتني بكل ده. طب والمباريات نفسها بتتم بشكل دوري، يعني بشكل منتظم؟ احنا الحمد لله كل قد ايه بقى؟ بنلعب يومين في الاسبوع في الشروق، وبنلعب يومين في الاسبوع في العبور بشكل منتظم اسبوعيا الحمد لله.
حلو. وبفكر بقى في مدن تانية اللي جنبنا كمستقبل، كالعاشر، كمدينتي كده يعني. أنا كنت لسه هسألك، طب يعني عايز أسألك سؤال، لو حد جالك من منطقة تانية غير المنطقتين دول؟ لا كلهم، ده كتير قوي. بس عادي قوي بيلعبوا معاكوا يعني؟ طبعا، مش اللي هو احنا أصحاب الكورة مش هتلعبوا. لا 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 بيلعبوا طبعا، على دماغي أولا يعني، دول ديوب بقى بمعنى أصح. طيب وقول لي برضو، هل المبادرة أو الفكرة دي قايمة بس على الرجالة المتجوزة، ولا عادي برضو لو حد سنجل وعنده كرش ممكن يجي؟ بصي، هو طبعا في الأول يعني احنا بدأناها بالنقطة الناس المتجوزة، ما كانش حد بيقدر يدخل أو بيلعب معانا وبيشارك معانا غير المتجوزين، بحيث ان كلنا عارفين ايه اللي ورانا تاني يوم، كلنا عندنا اشغالنا تاني يوم، عندنا بيتنا. معلش في الاول في الاخر، لو لا قدر الله حصل لاي حد دروب ولا اصابه، هيقعد في البيت اليومين الجايين دول من غير شغل، فاهماني؟ فكنا حابين ان هي كلنا نحافظ على بعضينا. الدنيا مشيت شويه وناس كتير طلبت مني، طب احنا عايزين نلعب، بعد ما شافوا يعني الدنيا، والحمد لله ان هو مش شرط متجوزين يبقى ما بيعرفوش يلعبوا، لا احنا الحمد لله كنا بنعرف نلعب. ايوه بس اللي حصل فينا ان احنا اتجوزنا، فاهمه؟ ايه قصدك ايه يا احمد؟ لا استنى بس. لا في ناس بتبص، بص اقول لك حاجه، في ناس بتبص للمتجوزين يا ده اتجوز بقى يا عم خلاص راحت عليه يعني. فاهماني؟ لا الحمد لله احنا بصحتنا وزي الفل جدا يعني. بس ناس كتير طلبت بقى. هي على فكرة الموضوع بالنسبة لي مش ان انتوا بتعرفوا تلعبوا كورة ولا لا، بس هي فكرة انه زي ما انت قلت انه دي حاجة تقريبا كل الرجالة بتحبها، فكرة كرة القدم، وفكرة ان انتوا بتستغلوا الوقت بتاعكم في حاجة مفيدة، حاجة رياضية، اكيد احسن من قعدة القهوة، اكيد احسن من ان انا قاعدة مثلا بلعب بي اس او حاجة لفترات طويلة. بصي انا عايز اقول لك حاجه وممكن انت تستغربي فيها، انا والله والله في ناس كتير قوي ومدامات بتتصل تحجز ل ده بيذكروكم ان انتوا خدتهم شويه من البيت. تخيلي والله يعني. مش مستغربه. طب بتلعبوا فين؟ طب فين؟ طب انا جوزي هيجي لكم، فطبعا لقيت ناس كتير، فعرفت ان هو لا ده كده راح ليهم اكيد، بدل ما يقعد على قهوه، بدل ما ينزل يلعب في مع بلاي ستيشن، ولا يخرج مع اصحابه ويرجع نص الفجر والكلام ده، لا ده هي ضامنه ان هو راجل بيلعب قدامه كوره. بالظبط. انا كنت لسه بيرجع بدليل بقى، ادي الصوره اهي، انا كنت بلعب ادي مدالي. لا وبيبان عليه، بيبان على لبسه وعلى شكله يعني، بيبان موضوع الكوره ده بالذات بيبان. طيب قول لي يا احمد، انا لسه كنت اسالك عن الفيدباك، هل بعد شويه وقت حسيتوا فعلا انه الموضوع اثر عليكم نفسيا، اثر عليكم مع زوجاتكم، ان هم بقوا مرتاحين اكتر؟ ما انا بقول لك، هو بصي بالنسبه لي انا طبعا انا كونت الحمد لله صداقه واخويه، مش هقول لك صداقه هقول لك اخويه. بقت الحمد لله اكتر من كافي الشروق مثلا يعني، في ناس كتير قوي الحمد لله اصحابي واخواتي. حلو. وده كويس جدا، بعيدا بقى عن الكوره خالص، بقينا نطلع مع بعض اي طلعه مثلا سخنه، نتفسح، نتعشى مع بعض، نخرج. لوحدكم ولا الزوجات موجودين بس؟ لا وفي ازواج طبعا. طيب يعني حلو. تبقى كده وكده الحمد لله. بقول لك لقينا يعني ايه، بقى في ارتباط اقوى ما بيننا، بقينا الظهر ببعض بمعنى صح. حلو جدا. طيب قول لي، هل بيبقى بقى في مشجعين؟ يعني ممكن اي حد عايز يجي ان هو يتفرج، او واحد مثلا عايز يجيب مراته تتفرج عليه او تشجعه، ده ممكن ولا لا؟ لا بيحصل طبعا، ممكن طبعا بيجي وبيجوا على طول يعني. طب حلو قوي. حلو جدا. وانت بقى بتفكر انه الفتره اللي جايه يكون موجود في مناطق تانية، مش بس في المنطقتين دول؟ باذن الله. حابب بصراحه يعني عمل سبورت على المستقبل، وعمل سبورت على مدينتي، بحيث ان هم اقرب مدينتين، بما اني ساكن في الشروق يعني، ودول اقرب مدينتين ليا، فاهمه؟ يبقى الاريا كلها جامده. حلو جدا. هل فكرتك انت بس عايزها يعني، عايزها تفضل لحد كده يعني، فكره ان انت وسكان المنطقه ان انتوا بس بتلعبوا كوره او بتعملوا رياضه يعني، ولا حابب انه الموضوع يكبر، انه الموضوع يبقى مبادره وموجود مثلا في مختلف المناطق، ويكون في زي مسابقات ما بين كل منطقه والثانيه؟ ايه دوري مستمر قصدك يعني؟ بالظبط، بس ما بين يعني كتنافس. هو بصراحة قبل ما انتوا يعني تعملوا المداخلة معايا دي من اسبوع فات كده، سبحان الله جالي تليفون برضو طلب مني ان انا اكون فريق 11. طبعا انت احنا بنلعب خمسة، لحضرتك واخدة بالي واخدة بالي طبعا. احنا بنلعب خمسة. فطلب مني ان احنا نعمل فريق كبير من 11، ويبقى ليه بقى احتياطي والكلام ده. أوكي. فطبعا دي خطوة ممكن تبقى مفيدة جدا للموضوع بتاعنا، هي جديدة. مستنية بس ان كل واحد يعرف البوزيشن بتاعه صح في الملعب،
انا هبعد بقى عن الكوره اللي هي الترفيهيه وهنتكلم بقى في كوره بجد، كوره بجد فاهماني، وده حلو جدا. والحمد لله عرفت ناس ان احنا ممكن ندخل معاهم بفرق 11 كبيره ودعواتك. حلو قوي يا احمد، ويعني فكروا كده برضو تعملوا حاجه بقى للزوجات، يعني اكيد مش دورهم البيت بس، ممكن نعمل لهم دوري مختلف برياضه مختلفه باي حاجه تانية، وبرضو نشغل وقتنا احنا كمان. والله الطلب مني ده، والله العظيم اقسم بالله الطلب مني ده، بس بيني وبينك ما حبيتش اشتت دماغي، ما حبيت او يعني أنا مش عايز برضو فكره ان انت تدخل مع اصل خلي بالك احنا برضو بنبقى عايزين معامله بشكل مختلف، ومش اي حاجه هتعجبنا ومش اي حاجه هنتشد ليها او هنبقى حابين ان احنا نجربها. ف انتوا معاملتكم معامله خاصه خالص، فعشان كده احنا حساسين بس. عشان كده ما رضيتش ان انا اشتت دماغي، ما ينفعش ان انا اتعامل مثلا مع 24 راجل ومره واحده الاقي نفسي ان انا بتعامل مع 24 بنت ولا ست. يعني انت ممكن بس تقول يبقى عندك الفكره، وممكن تبقى ست مثلا هي اللي بتنفذها او هي اللي بتتعامل مع بقيه الزوجات كلهم. يعني احمد فكرتك حلوه جدا وبنشكرك عليها ونورتنا جدا، شكرا ليك. يعني زي ما بنقول كده انه اكيد اكيد فكره ان انت تقضي وقتك بحاجه مفيده، ان انت تكون بتعمل رياضه، ان انت تكون زي ما كان بيقول احمد كده ان هو كون صداقات او قدر ان هو يتعرف على ناس كتير ويبقى في حاجات مشتركه ممكن ان هم يعملوها سوا بعد كده، اكيد ده شيء مفيد. حلو ان احنا كمان نستغل وقتنا بشكل كويس، حلو ان احنا لما يكون عندنا وقت فراغ نعمل فيه حاجة تكون بتفيدنا. الرياضة أكيد مش هنتكلم عن فوائدها دلوقتي، أكيد كل الناس عارفاها، وخصوصا كمان لو كانت حاجة زي كرة القدم. طيب احنا فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون بقى معانا أول حفلة موسيقية للكلاب في مصر. يا ترى ايه تفاصيل الحفلة دي؟ خليكم معانا. طيب زي ما قلت لكم كده من بداية الحلقة، الفقرة دي يمكن ناس كتير تستغرب الموضوع أو تستغرب الخبر، ولكن في ناس تانية وخصوصا كل الناس اللي مهتمة بتربية الحيوانات هيتبسطوا من الخبر اللي معانا النهاردة، وهو أول حفلة موسيقية للكلاب في مصر. الحفلة دي اتعملت في شيلتر متخصص لإيواء وإنقاذ الكلاب. طبعا هتستغربوا الموضوع إنه إزاي حفلة للكلاب، ولكن هو فعلا الموضوع حصل. كانت حفلة موسيقية وكان في عازفين وكان في تنظيم وناس طلعت غنت، ويمكن كمان أحمد إمبابي منظم الحفلة دي هو كان من الناس اللي قامت وغنت للكلاب. طبعا كان في حضور من البشر يعني من الناس العادية، ولكن كان حضور قليل بسبب كمان الإجراءات الاحترازية اللي احنا بناخد بالنا منها عشان فيروس كورونا، ولكن كان الأساسي هو الكلاب. الكلاب هي الجمهور الرسمي للحفلة دي. طيب عشان نعرف بقى التفاصيل أكتر عن أول حفلة موسيقية للكلاب، معنا دلوقتي أحمد إمبابي منظم الحفلة وكمان اللي غنى فيها. وزيك يا أحمد؟ أهلا وسهلا. عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. يعني الحمد لله أنا كويس الحمد لله. أحمد كنت لسه بقول إنه الخبر ده والموضوع ده ممكن ناس كتير تستغربه، يعني حتى لو حد بيحب الحيوانات وبيحب إن هو ياخد باله منهم وإن هو يربيهم ممكن يستغرب شوية الموضوع. أنت إيه اللي خلاك تفكر في الفكرة دي؟ بصي أنا الأول بس أحب أشكركم إن أنتوا أتحتوا لي يعني فرصة إن أنا أطلع معاكم على الهواء. العفو، إحنا اللي بنشكرك. الله يخليك. لا بصي الأسباب، أنا أصلا بحب ألعب مزيكا وبلعب مزيكا في البيت دايما. وأنا عندي حوالي 3 كلاب جديد وبينقصوا، فدايما لما باجي بلعب مزيكا دايما هم بيبقوا حواليا يعني. حلو. فانا قلت انقل التجربه دي لكلاب الشلتر، لكلاب الملجا اللي انا شغال فيه، شلتر فرصه حياه، واجرب التجربه دي على الكلاب اللي عندنا. احنا عندنا حوالي 500 او 550 كلب. فقلت اجرب التجربه دي. والسبب الثاني برضو اللي خلاني اعمل حاجه زي كده ان انا عندي ايمان شديد ان الكائنات الحيه، اي كائن حي، كلب، قطه، فار حتى، ليه حق ان هو يعيش عيشه كريمه من غير اي تدخل بشري او غير من غير ما نقتلهم ونسمهم، لان الموضوع ده بقى يعني بقى زياده بقى صعب جدا. صح. فجه الوقت ان احنا نهايلايت عليه او يعني نلقي الضوء على القضيه.
وده اللي خلاني اوصل رسالتي عن طريق المزيكا، لان يعني الفن دايما بيوصل الرساله. فيعني المزيكا، انا بلعب مزيكا، فحبيت ان انا اوصل الرساله دي عن طريق المزيكا. حلو. يعني انت كنت عايز، اللي انا فهمته من كلامك ان انت عايز توصل فكرتين. اول حاجة ان دول كائنات حية من حقهم ان هم مش بس يعيشوا ولكن يكون الجانب الترفيهي موجود في حياتهم، وتاني حاجة ان انت حابب توصل مسج لكل الناس اللي بتأذي اي حيوان من خلال الحفلة دي. مظبوط؟ مظبوط مظبوط. حلو قوي. طيب، ونفسي اصلا الفنانين والمطربين بكل فئاتهم بكل اعمارهم ان هم يناقشوا القضايا دي. يعني مش كل القضايا تبقى عن الحب والغرام بس، يعني لازم يبقى فيه برضه عن البيئه، عن الحفاظ، عن التوازن البيئي، عن الحاجات دي. كل الحاجات دي مهمه برضه. اكيد. طيب احمد، قول لي، الحفله كان اسمها فلويد صح؟ اه مظبوط. ايه القصه ورا التسميه دي؟ هو فلويد هو اصلا ده اسم كلبي، ده يعني اول كلب جديد اقرب لي يعني في حياتي، وعاش معايا 8 سنين ومشاركني على الحلوة والمرة دايما في كل حاجة. فلما جات لي فكرة الحفلة هو كان موجود معايا، يعني كان شاهد على الفكرة وعلى التخطيط وعلى كل حاجة. احنا شايفين صورته دلوقتي. لما اعلنت عن الحفلة استخدمت صورة انا صورتها له ونزلتها بوست على الفيسبوك. في نفس اليوم هو جات له سكتة قلبية ومات بالليل. يعني محمد رجب اللي هو مؤسس فرقه مكاين وحنان عاطف صاحبه الشلتر، يعني صمموا ان انا اغير اسم، هو ما كانش اسمها فلويد اصلا، كان ليها اسم تاني. صمموا ان هم يغيروا اسم الحفله لفلويد ميوزك فيستيفال. فانا طبعا يعني وافقت، يعني ما كانش ينفع اقول لا. اكيد اكيد. طيب احمد، قول لنا برضو كده، برنامج الحفله او اليوم كان ماشي ازاي؟ بصي، هو الفكرة كلها هي كانت ساعة بالظبط هنقدم فيها شو لايف، انا هقدمه، انا هقدم منه 15 دقيقة هلعب فيها مزيكا، وفرقة مكاين محمد رجب وشاري هم اللي يطلعوا بعدها يكملوا بقية الحفلة. كانت هي كل الفكرة ان هي تبقى ساعة للكلاب فقط لا غير. طب وكانت ايه الاغاني اللي بتغنوها؟ لا هي ما يعني هو انا 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 بلعب مزيكا فقط من غير اي كلمات. هي مزيكا يعني كذلك روك وحاجات الكترونيك، ومحمد وفرقه مكاين برضو بيلعبوا حاجات الكترونيك ميوزك بكلمات عربي يعني. بس الشو كله كان ساعه، عباره عن ساعه بس مش اكتر. طب وهم ما استغربوش؟ هي كانت تجربه بالظبط. بالظبط. يعني طب يعني قول لي، ما استغربوش من البدايه كده لما قلت لهم ان انتوا هتغنوا في حفله للكلاب؟ لا خالص، بالعكس ده تحمسوا جدا، وهم اصلا من محبي الحيوانات. يعني هم كل واحد فيهم عندهم زي كده، عندهم كلاب وقطط وبيتعاملوا معاهم زي انهم اولادهم. فاول ما سمعوا الفكره لا طبعا تحمسوا جدا ويلا بينا. طب قول لي، الجمهور بقى من الكلاب، هل كان في اللي كانوا في الشلتر بس، ولا كان في يعني من بره الشلتر ناس جايبه كلابها كده؟ لا، كان هي الجمهور كان هو كلاب الشلتر. كان كفايه قوي ان احنا نجرب في ال 500 كلب. اكيد عددهم كبير. بس سيطرتوا على العدد ده كله ازاي؟ يعني اكيد برضو صعب. احنا بقى دي شغلانتنا، فاحنا بنبقى عارفين نسيطر، يعني فاهمين الكلاب بتتخانق امتى، هتبتدي تتخانق امتى. يعني احنا بنبقى فاهمين مين اللي وحش فيهم، مين البلطجي، مين، يعني احنا حافظين الكلاب بتاعتنا يعني. فلا طبعا، يعني وكنا عاملين لهم اجراءات امنيه زي كانها اي حفله بالظبط، اللي هو ده ما يخشش الحفله عشان ده بيتخانق كتير، البلطجي. لا بجد؟ طبعا. يعني الحفله كانها بالظبط حفله البني ادمين، بس هي الكلاب. اوكي. يعني مسرح وحواجز وسكيورتي اللي هم العمال طبعا اللي كانوا موجودين في الملجا. يعني نفس الجو بالظبط، بس بدل الجمهور ناس، جمهور كلاب. حلوة قوي. طب هل لاحظت تاثير الموسيقى على الكلاب؟ لا، هي عامة يعني الحيوانات كلها بتتأثر وبتتفاعل مع المزيكا، مش الكلاب بس، الكلاب بتحب المزيكا على فكرة. زي الحصينة كده، ما بترقص على الطبلة وبتلاقي فيه شو على الحصينة، الدولفين مثلا بتلاقي بترقص على المزيكا، الكلاب برضو بتحب المزيكا. أنا الكلاب عندي في البيت بيحبوا المزيكا جدا، ولو لعبت مزيكا هادية مثلا، قطعة موسيقية مثلا هادية ولا حاجة، بتلاقيهم ناموا. فاللي هو يعني
ولو حاجه مثلا دوشه او فيها دب جامد تلاقيهم مهايبرين وعمالين يلعبوا ويجروا، فلا بيتاثروا بالمزيك. وفي الحفله جداً. نفسهم كانوا متاثرين جدا بالمزيك وكانوا حاسين بجو الحفله نفسها. طيب انت قلت يا احمد انه معظم الكلاب دي بتكون اتعرضت لحوادث او انه حد يأذيهم او انه حد ممكن يضربهم او يعذبهم، هل ده بيأثر عليهم يعني بيخليهم مثلا بيتعاملوا بعنف بعد كده، وازاي انتوا بتعالجوا ده؟ هي طبعا الكلاب بتتأثر نفسيا بأي حاجة بتحصل لها، سواء تعذيب او حتى سواء حناية او حتى بطبع، بتفهم هي بتفهم اللي قدام، بتفهم البني ادم ده يعني من جوه عامل ازاي، طيب ولا شرير. ف يعني اول ما بيوصل لنا احنا بنستقبل على الاقل مثلا في اليوم حوالي 3 أو 4 حالات، منهم حاله او حالتين بيبقى بسبب تعذيب مباشر من بني ادمين، سواء بقى بيحدف عليه ميه نار، حاجات مساوئ يعني. فالكلب اول ما بيخش بيلاقي الناس اللي بتعامله بيحس بالحب، بيفك على طول، بيطمن يعني، ما بيديش رد فعل عكسي الاول بس اول ما بيخش، بس بعد كده هو ما بيحس بالامان وبيحس بان اللي قدامه ده بيعالجه وبيطبطب عليه، لا بيفك على طول وبيرجع لطبيعته. طيب احمد قول لي بعد الحفله دي هل ناوي تكرر الموضوع بس بتبقى على نطاق اوسع؟ طبعا. قول لي ناوي يعني تعمل ايه او بتفكر تعمل ايه؟ يعني هنعمل حفلات من دي تاني في الشيلتر بشكل اكبر بقى، وطبعا لما الدنيا بس جائحة الكورونا دي بس تعدي على خير يا رب إن شاء الله، ساعتها بقى هنستقبل، هنعمل حفلات ونستقبل فيها ناس وتبقى عدد أكبر يعني، والتنظيم طبعا يعني أفضل من كده يعني. التنظيم برضو كان دي تجربة، فكانت يعني وكانت تجربة شخصية يعني، كانت بمجهوداتنا احنا الشخصية، ما كانش في حد بيساعدنا يعني. طيب قول لي يا احمد، وانت بسبب فيروس كورونا وبسبب الدنيا اللي حاصله دي دلوقتي، هل بتتخذوا بعض الاجراءات الاحترازيه؟ يعني مثلا الناس اللي حابه تيجي الشلتر، حابه تزور الكلاب او تلعب معاهم، بيكون في اجراءات؟ طبعا كل واحد بيبقى لابس، لازم يبقى لابس الماسك والجوانتي والكحول لازم يبقى معاه يعني. اصلا من قبل كورونا يعني اي حد بيجي الشيلتر دايما بيبقى متعود على حاجه زي كده، لان برضو يعني محدش ضامن، ممكن ينقل اي حاجه من بره لجوه او من جوه لبره. صح. يعني حتى في يوم الحفله لا كنا يعني مأكدين على الناس ان هي اللي مدعوين للحفله ما كانوش كتير، كانوا حوالي 50 واقل كمان، ان هم يجوا بكماماتهم بكل الحاجات بتاعتهم اللي هم بقيهم يعني من الكورونا. حلو جدا. طيب احمد اخيرا كده، يمكن في ناس كتير هتلاقيها من اللي بيتفرجوا علينا، انا متاكده انه التعليق ده هيتقال انه هو احنا في ايه ولا في ايه، هو انتوا سايبين كل حاجه وماسكين في قصه الكلاب؟ لا مش بس قصه الكلاب ان انتوا بتنقذوهم او ان انتوا بتاكلوهم وتشربوهم، لا انتوا كمان بقيتوا تسمعوهم مزيكا، واكيد الكومنت ده انت ممكن تبقى سمعته، ترد عليهم بتقول ايه؟ يعني طيب يعني هو الكلاب او الكائنات الحيه عامه يعني هم مش متصنعين في مصنع يعني، مين اللي خلقهم؟ هو ربنا اللي خلقهم، فربنا خلقهم لحكمة، ممكن احنا نبقى عارفين الحكمة دي او مش عارفينها، فلو احنا هنتعدى على حكمة ربنا يبقى احنا كده ما بنحترمش حكمة ربنا يعني، احنا يعني ده خلق ربنا احنا لازم نحافظ عليه. صح. يعني احنا ما لناش حق ان احنا نتخلص من الكلاب او من القطط او من اي، حتى الفيران يعني. صح. انا ضد قتل اي حاجة اصلا. فلا يعني زي ما احنا بنساعد الحيوانات دي برضو، لا في ناس تانية بتساعد البني ادمين، واحنا بنساعد برضو اي، ما دي كلها دي كائنات، كلنا واحد على فكره. يعني كلنا في الاخر مخلوقين، كلب او دولفين او حصان او بني ادم، كلنا مخلوقين من تربه واحده وكلنا هنا لينا رب واحد. صح. يعني احمد انا بشكرك جدا، وبشكرك ان انت بتفكر بشكل رحيم كده في الحيوانات، هو زي ما انا كنت بقول انت مش بس حابب ان انت تنقذهم من معامله وحشه او ان انت تاكلهم وتشربهم، لا انت بتبص لجانب اعمق من كده بكتير. احمد امبابي نورتنا جدا. الله يخليك، الحفله الجايه ان شاء الله هعزمك. اكيد. شكرا ليك، نورتنا.
يعني زي ما كنت بقول كده انه في ناس هنلاقيها ان هي بتهاجم الحاجات اللي زي دي او ليها رأي مختلف شوية او ليها رأي معين شوية، مش معنى على فكرة انه في ناس بتهتم بالحيوانات الأليفة او انه في ناس بتساعد الحيوانات ان هي ما بتعملش خير مع باقي الكائنات الحية او مع باقي البشر. لا، انتوا مش عايشين مع الناس دي وعارفين هما بيتصرفوا ازاي وبيتعاملوا ازاي. أكيد حاجة حلوة لما يكون قلبنا مليان رحمة من ناحية الحيوانات، إن احنا بنفكر فيهم بشكل مختلف، إن احنا فعلا شايفين إنه ده كائن حي من حقه إن هو يعيش بسلام، من حقه إنه محدش يتعرض له بأذى، من حقه إن هو يلاقي أكله وشربه، وليه لأ إن هو كمان يكون عنده جانب ترفيهي أو إنه يجرب التجربة بشكل عام ممكن تكون عاملة إزاي. يعني ربنا يكتر من أمثال أحمد كده اللي جوه قلوبهم رحمة واللي بيتعاملوا مع كل الكائنات الحية بلطف كده من عند ربنا. دي بتكون حاجة من عند ربنا ملناش أي دخل فيها. سيبوا الحيوانات تعيش في حالها، محدش يا ريت يتعرض لهم بأي أذى أو يأذيهم بأي شكل كان. طيب احنا فقرتنا دي خلصت، بعد الفاصل بقى هيكون معانا عدو الشمس زي ما اتقال كده عليه في مسلسل ما وراء الطبيعة، الفنان الشاب عبد السميع عبد الله. يا ترى ايه تفاصيل وكواليس المسلسل؟ خليكم معانا، فقرة حلوة قوي. زي ما قلت لكم كده من بداية الحلقة، المسلسل اللي واخد أكبر ضجة الفترة دي هو مسلسل طبعا ما وراء الطبيعة. المسلسل ده يمكن كان باب كده أنا شايفاها انطلاقة لناس كتير، كل اللي شارك بدور في المسلسل ده الناس شافته وركزت معاه ويمكن كمان حفظته. ضيفنا النهاردة هو دكتور كمال أو عدو الشمس زي ما قال عليه دكتور رفعت إسماعيل في المسلسل، وهو الممثل الشاب عبد السميع عبد الله. ورغم شغف بالمسرح وان هو ممثل مسرحي، ولكن المسلسل ده كانت فرصه حقيقيه وانطلاقه ليه في مجال الدراما. عبد السميع عبد الله منورنا جدا. اهلا وسهلا بيكي وبكل متابعينا. يعني ايه الاخبار؟ تمام. كله حلو؟ يعني مستمتع بتجربه ما وراء الطبيعه وتجربه العرض طبعا. حلوة قوي. طيب قولي كده، يعني نبدا من الاخر للاول، مسلسل ما وراء الطبيعه وترشيحك للدور جه ازاي؟ هو كان في اعلان موجود على الفيسبوك على الصفحه بتاعه استاذه مروه جبريل اللي هي كانت الكاستنج دايركتور بتاعه المسلسل، واللي هي كمان الكوتش المدربه في مجال تدريب الممثل. قدمت زي اي حد وبعدين اختفيت. انا كنت مقيم في الاردن وقتها. عدى وقت، فجاه لقيت الفيسبوك عندي اتملى بكميه رسائل كتير جدا من نوعيه يا عبد السميع كلمني ضروري. دي كانت رئيفه أستاذة سماء إبراهيم الممثلة القديرة والشاطرة جدا واللي هي صديقتي وعشرة عمر ويمكن اشتغلنا مع بعض مسرح قبل كده، بتقول لي مكتب أستاذة مروة جبريل بيدوروا عليك، مش عارفين يوصلوا لك، بيحاولوا يكلموك مش عارفين يوصلوا لك خالص. بالفعل اتصلت عليهم وكانت المفاجأة في ان هم بيدوروا عليا علشان الاوديشن. انا استغربت، يعني في النهاية عادي انا ببعت ما حدش بيسأل، ما حدش بيرد، طبيعي يعني. لكن استغربت جدا من فكرة انه لا، الموضوع يعني كان فيه لا تعالى هنعمل اوديشن. طب انا في الاردن مفيش اي مشكله، عملنا الاوديشن عن بعد، عدينا مرحله والثانيه والثالثه، بعدين كان في اوديشن قدام استاذ عمرو سلامه. وده اللي كان منه فكره انه عبد السميع هيشارك في ما وراء الطبيعه وهيلعب دور دكتور كمال. طبعا انا ما كنتش مصدق. يعني بالنسبه لي هي مفاجاه علشان المشروع نفسه قبل اي شيء. يعني انا بالنسبه لي بصراحه اللي شجعني هو المشروع بتاع ما وراء الطبيعه. بالزبط. تجربه تحويل الروايات لمسلسل نتفليكس، استاذ عمرو سلامه، كلها حاجات كنت... ضخمه، اسماء طبعاً كبيره، فكلها حاجات هي مغريه لحد هو دايما بيدور على انه يجرب شيء مختلف وانه يكون جزء من تجربه هو يتعلم منها وكمان يكون بيساهم في شيء بقدر من المسؤوليه. فبالنسبه لي كانت حاجه لطيفه قوي بصراحه. وساعتها نزلت من الاردن، عملت اخر اوديشن قدام عمرو سلامه 100%. انا تقريبا بسبب المسلسل سبت الاردن خالص. ده مش مبالغه والله. لا فعلا، يعني انا جيت هنا وكنا بنصور وحصل موضوع كورونا فوقفت، فانتهت علاقتي بالأردن من ساعتها. وبقيت مقيم في مصر، ويعني حتى بعدين كملنا المسلسل وهكذا يعني. فيمكن بالنسبة لي حبيت تجربة المسلسل لدرجة ان انا يعني قلت مش مشكلة الشغل، المسلسل بقى انا مركز مع ما وراء الطبيعة. يعني استعديت بقى ازاي للدور؟
يعني هي دي ما كانتش سهله بالنسبه لي، اول وقوف قدام كاميرا في عمل احترافي بهذا الشكل، في تجربه زي تجربه ما وراء الطبيعه، تجربه اتنين مخرجين من مدرستين مختلفتين، استاذ عمرو سلامه يمكن كلنا بنعرفه، استاذ ماجد الانصاري المخرج الاماراتي الجميل كمان اللي اخرج ثلاث حلقات في المسلسل. فكان بالنسبه لي طبعا الموضوع مرعب أكيد. ده بالإضافة كمان لفكرة شخصية كمال نفسها، اللي هو تمام في تقاطع ما بيننا وما بين بعض يمكن في الشكل شوية، فكرة إن هو ألباينو وأنا ألباينو، بس في نفس الوقت كمال مختلف عني في مساحات كتير، كمال حد غريب الأطوار بالظبط، حد ألباينو بيقرا الهتلر اللي هو اوريدي كان بيقتل الألباينوز في, 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 في ألمانيا. دكتور في, 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 في مجال الطب النفسي، ومع ذلك هو مرمي في قرية في الأرياف بيشتغل دكتور عام ممارس عام. أيوه كل الناس تانية شكت فيك في موضوع النداهة ده، كان غريب جدا بالظبط. وفي نفس الوقت هذا الشخص اللي مؤمن جدا بالعلم وبيعمل بحث قوي جدا، ومع ذلك هو أول لقاء لي مع دكتور رفعت إسماعيل هو بيعكس إيمانه بالخرافة. فكل دي متناقضات أنا محتاج إن أنا أفهمها أكتر. رحت قريت طبعا في المنطقة المتعلقة بالأحلام وعلاقتها بالأمراض النفسية، ويمكن قعدت دورت شوية في النوعية دي من الشخصيات غريبة الأطوار، يمكن ما كانش سهل شوية لده. طبعا استاذ عمرو سلامه كان ليه دور كبير جدا في البروفات، في انه يعني قعدنا اشتغلنا شويه على الشخصيه من خلال الاسئله والاجوبه، من خلال ان احنا ندور على طريقه للاداء تبان طبيعيه قوي، ما نحسش ان ده ممثل جاي يلعب دور. ودي كانت الصعوبه شويه، ان احنا نحاول قدر الامكان نبعد عن منطقه الكليشيه او منطقه الدكتور النفسي التقليدي اللي احنا يمكن بنشوفه بشكل معتاد في الدراما، اللي هو بيتشنج وبيعمل حاجات صعبه شويه مش حقيقيه. ورحت طبعا قعدت مع دكاتره نفسيين هم فادوني كتير شويه في ده كمان. دي كانت من ضمن الحاجات اللي حصلت بشكل لطيف. وطبعا الفريق اللي حواليا ساعدوني كتير طول التصوير بالنصايح، بفكره اقف قدام الكاميرا افضل ازاي، ايه التفاصيل اللي ممكن تكون الطف في الشخصيه، في الاداء، في علاقتها بالشخصيات الاخرى. فطبعا يعني كل دي حاجات ساعدت كتير في ان الشخصيه تطلع بالشكل ده. طيب قول لي كده برضو ما وراء الكواليس بقى، وقت التصوير كانت الاجواء عامله ازاي في الكواليس، سواء بقى مع احمد امين او حتى مع المخرج عمرو سلام؟ هو الشيء اللطيف انه الاجواء كانت ملتزمه جدا، بمعنى انه يعني الناس ما كانتش بتتاخر. كنا بنبتدي التصوير كل الناس مركزه في اللي هي بتعمله، حاسين بمسؤوليه العمل، حاسين بمسؤوليه، الناس كلها جايه حافظه ومركزه في ادوارها ومذاكره كويس قوي. استاذ عمرو سلامه يمكن واستاذ ماجد كانوا بيبقوا يعني طول الوقت معانا في فكره مراجعه اللي قبل التصوير وبروفيت قبل التصوير، وكان كل الحاجات دي ليها دور مهم جدا في ان احنا نكون بنشتغل بشكل ملتزم ويكون في جوده حتى في طبيعه احنا بنأدي ازاي مهامنا كممثلين داخل اللوكيشن. الحاجة الثانية كمان الممثلين والمجموعة المشاركة، يمكن أنا كنت محاط بحب شديد جدا من مجموعة، يعني أنا بحب أذكر أسميهم على رأسهم أستاذ أحمد أمين طبعا أكيد. اللي هو يعني كان عامل أجواء إيجابية وكمان كتير، وكمان أمر دور حلو جدا جدا، يعني الناس كلها بتشيد بيه، وكنا بنضحك كتير قوي في الكواليس، علشان كده كنا جد قوي جوه المسلسل وأمام الكاميرا، كنا جادين جدا لأنه كنا بنخلص الضحك في الكواليس بشكل كويس قوي. فكانت دي حاجة لطيفة. كانت معانا أستاذة سماء إبراهيم، كانت برضو بتشع طاقة طول الوقت. أستاذ باتع خليل كان ليه دور مهم جدا، طلعت يعني شخصية من الشخصيات اللي أثرت كمان، وموته زعل ناس كتير، أنا على رأسهم بصراحة. فيعني وكان في ناس كتير، يمكن لو قعدت أذكر الأسامي مش يعني مش هيكفي الوقت، ولكن طبعا يعني أنا بأكن لهم كل الاحترام، لأنهم في الحقيقة يعني كانوا إيجابيين قوي تجاه العمل وإيجابيين تجاه بعض وبيساعدوا بعض. يمكن كمان الناس اللي ورا الكاميرا الحقيقة كانوا يعني في النهايه لو انا حسيت ان انا تعبت شويه، طب دول يعني تعبانين اكتر مني، فالتزم انت كده وركز يا حبيبي، علشان في ناس تعبانه اكتر منك ورا الكاميرا، اعمل احسن ما عندك علشان فعلا الناس دي تستاهل. وطبعا الجمهور قبلنا كلنا طبعا هو يستحق ان هو يتفرج على عمل ممتع بالنسبه له ومرضي طبعا. وده اللي حصل، وناس كتير مستمتعه بالتجربه، حتى الناس اللي كانت من قراء ما وراء الطبيعه وكانوا مقلقين شويه من فكره تحويل الروايه او السلسله كلها لمسلسل، كانوا قلقانين او متخوفين منها، ولكن فعلا عجبهم المسلسل. طيب عبد السميع، هل انت اصلا كنت من قراء ما وراء الطبيعه طبعا للعراب احمد خالد توفيق، ولا ابتديت تقرا بعد ما جالك الترشيح او المسلسل؟ هو صراحه انا يمكن كنت قريت شويه ما وراء الطبيعه قبل، ولكني ما كنتش من القراء المنتمين للتجربه عشان اكون صريح بصراحه. ولكن لما جالي المسلسل انا رحت طبعا اهتميت ان انا اقرا عشان اعرف الاجواء اكتر،
طبعا تجربة خاطفة. يمكن دكتور أحمد خالد توفيق عنده أسلوب مذهل في السرد، وتجربة ما وراء الطبيعة كمان هي تجربة من التجارب المسلية قوي في قراءتها. وكان ده بالنسبة لي حتى وأنا قاعد أقرأ السيناريو. طب يعني السيناريو طبعا فيه اختلافات كبيرة، وفي يمكن فكرة المعالجة الدرامية اللي عملها أستاذ عمرو سلامة والكتاب الشاطرين اللي اشتغلوا على السيناريو، كانت يمكن يعني واخدة الموضوع في سكة تانية وعاملة محاور مختلفة تماما على مستوى الدراما، ولكن في نفس التوقيت هي بتحاول تحافظ على الروح الممتعة والمسلية وحالة الخيال العالي اللي كانت موجودة في الرواية. وطبعا من البداية كان واضح الفرق ده بالنسبة لي، وكنت طبعا متخوف أكيد من أراء الناس اللي هتشوف المسلسل وهتقارنه بالرواية، ولكن خلينا نكون واقعيين، حتى لو كان المسلسل نفذ الرواية بحذافيرها برضو القراء ما كانوش هيتفقوا على فكرة أنه تمام هو شبه أو مش شبه، لأنه في النهاية العمل الدرامي هو مربوط بوسيط مختلف، صح، ومربوط بممثلين ومربوط بديكور ومربوط بألوان وبإضاءة وبحركة كاميرا ورؤية إخراجية طبعا. فبالتالي أنا في عندي وسيط مختلف في الأساس، يعني حتى لو نفذت حالة السرد بحذافيرها في شيء مختلف برضو هيطلع في النهاية. فما بالك لما يبقى في مخرج عنده رؤية زي أستاذ عمرو سلامة، قرر ان هو يبدا يصيغ الموضوع بصيغه مرتبطه بهذه الرؤيه ويقدمها مع الحفاظ على روح الحاله اللي كان مقدمها الدكتور احمد خالد توفيق. فدي يمكن كانت الفكره، واللي خلت بعض الناس حتى قرروا ان هم يفصلوا عن فكره انه انا قارئ للروايه ومنتمي واخد خطوه ورا شويه وابتدي اشوف صح المسلسل بصيغه المتلقي للمسلسل فقط لغير. وده يمكن خلاهم اتبسطوا كتير من المسلسل. بالظبط بالظبط. طيب يمكن انت اشهر جمله او اشهر لقب اتقال عليك في المسلسل من دكتور رفعت كان عدو الشمس، هل صحيح. في ناس لما بتشوفك بتناديك بعدو الشمس؟ في الحقيقه لا، في ظل ما انا فعليا يعني علميا انا بصنف البينو اللي هو بالعربي بيترجموه عدو الشمس، ولكن ببساطة يمكن لو احنا بنتكلم على مستوى المسلسل انا بسطت قوي من فكرة انه الناس نسيت انه الشخصية دي شخصية عدو الشمس، وراحت مع حالة الاداء وراحت مع علاقة الشخصية بشخصية دكتور رفعت اسماعيل اللي كان بيقدمها استاذ احمد امين ببراعة. وكان يمكن العلاقة دي كانت معانا من الكواليس وانتقلت كمان بحالة الحب وبحالة الغلاسة أحيانا اللي كانت بتحصل دي والتعليقات الساخرة اللي كانت بتطلع من شخصية دكتور رفعت يمكن كانت إلى حد ما هي مشابهة شوية للعلاقة اللي كانت دايرة في الكواليس. الناس وصلت لها العلاقة دي بشكل حلو قوي، ويمكن ده الفضل بيرجع فيه للأستاذ عمرو سلامة واجتهاد برضو أستاذ ماجد الأنصاري وأستاذ أحمد أمين وكمان المجموعة اللي شغالة معانا، والعلاقة كمان اللي كانت دايرة دي والمذاكرة الكتير اللي كانت بيني وبين أستاذ أحمد في الكواليس أثناء التحضير للمشاهد اللي احنا كنا بنصورها سويا. فالناس نسيت تماما تجربة الألباينو أو تجربة عدو الشمس وركزت أكتر في الأداء، ولكن ببساطة يعني هي الفكرة في أنه الشخصية خلينا نشوف هي شخصية من وقت ما اتكتبت في النص الدرامي اللي كاتبه أستاذ عمرو سلامة والكتاب اللي معاه هي شخصية دكتور عدو الشمس. فبالتالي هنا هو له سبب درامي معين ربما هنقدر نشوفه لما نتابع المسلسل. فدي كانت يمكن حاجة لطيفة خالص، ومبسوط انه في عمل درامي هو قرر يتعرض لشخصية عدوة الشمس. في الحقيقة ده في حد ذاته انا شايف انه شيء يحسب للعمل وشيء يحسب لما وراء الطبيعة، وبتمنى انه الدراما تقدر انها تتعرض لنماذج مختلفة. يعني احنا في مصر احنا 100 مليون فأشكالنا مختلفة كتير وألواننا مختلفة كتير وعندنا كمان سمات وراثية مختلفة كتير، فبتوقع ده شيء هيكون لطيف بصراحة إذا الدراما ركزت في ده، وهتلاقي فيه مادة غنية جدا ممكن نشتغل عليها. هتلاقي فيه موضوعات كتير تحتمل إنه يبقى فيه شخصيات مختلفة. طيب قولي بقى فكرة إن أنت بتشارك في مسلسل من إنتاج برضو منصة كبيرة زي نتفليكس فرقت معاك إزاي؟ صديق ليا قال لي بصراحة حاجة أنا حبيتها بصراحة، هي إنه دي تعتبر اختصار ل 12 خطوة لقدام. يعني انا حبيت رقم 12 تحديدا، انا ما اعرفش ليه هم 12، بس يعني في النهايه هو كان محق فكره انه انا يمكن سنين طويله بشتغل مسرح، بدرب تمثيل، بعمل افلام قصيره، بشارك في تدريب للممثلين والمخرجين، بشتغل على التجارب المرتبطه بالفن والمجتمع، ولكن انا شويه واخد خطوه للخلف من موضوع الدراما. ففكره انه انا اشارك في تجربه دراميه قلما لما كنت ببعت لاوديشن او قلما لما كنت بروح كاستنج علشان عمل معين، انا بروح للعمل باسمه. بهتم بان انا رايح للعمل ده باسمه، انا مش مهتم كتير بفكره ان انا ابقى محطوط في وسط داتابيز او قاعده بيانات فيها الاف الاسامي من الممثلين، انا رايح للعمل، انا بحب العمل ده ونفسي اشارك فيه.
اوكي. فكانت التجربه بالنسبه لي هنا في ما وراء الطبيعه، وطبعا بالنسبه لي طبعا تجربه نتفليكس هي تجربه غنيه وتجربه كرييتيف حتى وابداعيه كتير في ازاي هي بتقدم المحتوى بتاعها، وازاي هي قادره تسوق المحتوى بتاعها من خلال المنصه بتاعتها، وبتقدم نموذج كمان موازي للتجربه الدراميه اللي احنا بنشوفها على التلفزيون، وعندها معايير كمان مختلفه شويه، فكره طبيعه المتابعه وطبيعه الناس، ويمكن الموديل ده بدا ينتشر مؤخرا في منصات تانية. فيمكن بالنسبه لي تجربه نتفليكس اكيد طبعا هي تجربه غنيه وليها اثر كبير جدا على مستوى المشاهدات، اني الاقي صديق ليا من السلفادور من امريكا اللاتينيه بعت لي فيديو ليه وهو قاعد بيتفرج على المسلسل وهو مدبلج بالاسباني. فانا بالنسبه لي دي حاجه تفرحني جدا، دي حاجه تخليني اطير من الفرحه. فيعني ده مثلا حاجه ما كنتش اقدر اشوفها، حد مثلا في الفلبين بعت لي برضه نفس الفيديو. فعلا اتاح المسلسل يعني بكل اللغات، انه ممكن اي حد من اي دوله يقدر ان هو يتابع. 190 دوله بتتفرج علينا يا جماعه، يعني احنا 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 مجموعه مكونه من مصريين بنسبه 100% انتجوا مسلسل وعملوه واشتغلوا عليه بمنتهى الاحتراف بمنتهى الإخلاص. وحتى لو كان في أشياء ممكن نقدر إن احنا نطورها بعدين، ولكن على الأقل فعليا كان في تفاني وإخلاص حقيقي قدر يوصل ل 190 دولة على مستوى العالم، وملايين الملايين اتفرجوا عليه، وناس عملت ريفيوهات على المواقع الخاصة بقواعد البيانات الدولية وغيره، والمسلسل يترشح لأنه يصنف في تصنيفات عالمية كبيرة. فده في حد ذاته طبعا أنا شايف أنه إنجاز مصري يعني يرفع له القبعة مني أنا شخصيا كواحد من صناع العمل، ومني أنا كمصري كمان واحد من ضمن الناس اللي نفسي أشوف اسم مصر في كل حتة يعني. فبالنسبة لي شيء عظيم يعني. طيب عبد السميع كده احنا ده ما وراء الطبيعه، بدايتك بقى كانت عامله ازاي؟ بدايتي انا درست مسرح في كليه الاداب قسم المسرح جامعه اسكندريه، درست اخراج مسرحي، اهتميت كتير كمان بالتمثيل والكتابه، شاركت كممثل في مساحات مختلفه من المسرح المستقل ومسرح الثقافه الجماهيريه بتاع عصور الثقافه ومسرح الهواه، يمكن اشتغلت شويه في مسرح الدوله، ولكن اشتغلت خلف الكواليس شويه، وكانت دي تجربه علمتني شويتين كمان في الامور التقنيه المرتبطه بالاخراج، ويمكن كنت بتفرج على ممثلين محترفين ما فيش بيني وبينهم متر. فده في حد ذاته كان من ضمن الحاجات اللي علمتني كتير. ممارسه المسرح كمان كانت شيء مهم، اهتمامي بتجربه الفن والمجتمع خلتني اشتغل مسرح شارع، خلتني اشتغل اراجوز ومسرح عرايس، يمكن مع فنانين من الفنانين الشاطرين قوي في هذه التجربه. ده كمان اعطاني فرصه لاني اتعلم كتير واحتك بالشارع واحتك بالمتلقي بشكل مباشر في مكانه. ويمكن تجربتي كمان في العمل في التنميه كمان، وفكره ان الفن يكون له دور في عمليه التنميه، ان انا ازاي اقدر اقدم محتوى فني يعمل توعيه للمجتمع في قضايا، يمكن قضايا تخص المراه، قضايا تخص حقوق الطفل، قضايا مثلا تخص البيئه. فبالتالي ده في حد ذاته يمكن خلاني اكتر قريب من الناس وقريب من قضايا المجتمع نفسه، وخلاني يمكن قادر اشوف الناس على طبيعتها والناس تشوفني على طبيعتي، مش مجرد بس حد ان هو داخل من ورا ماسك بتاع ممثل قادر ان هو يقدم محتوى ممكن يكون مسلي فقط لا غير، ولكن ازاي المحتوى ده هو ممكن يساهم في تغيير سلوك افراد داخل المجتمع ويخليهم هم كمان حاسين بالمسؤوليه تجاه مجتمعهم وبيشتغلوا عليه كمان وبيحاولوا ان هم يحسنوه اكتر. حلوة. فيمكن ده بالنسبه لي من ضمن الاشياء الاساسيه اللي انا انعكست حقيقي على ثقافتي الشخصيه، وانعكست على طريقتي انا بفكر ازاي بختار ازاي. اشتغلت شويه في الاردن، يمكن كنت بشتغل اداري شويه، ولكن ده ما منعنيش عن اني اعمل ورش مسرح ورش في صناعه الافلام، وكمان احاول ان انا اعمل تجارب مسرحيه صغيره مع مجموعه من الشباب اللي هو هناك، ويمكن ده خلى مجموعه منهم بعدين تتوجه للاحتراف. فده يمكن بشكل عام ايه الحاجات اللي انا بهتم بيها والحاجات اللي انا بهتم ان انا اعملها طول الوقت. حلو. يمكن انت في كلامك قلت ان انت كان حبك الاساسي او شغفك الحقيقي هو المسرح، وكنت صحيح. بتاخد خطوتين ثلاثه كده لورا لو في حاجه فيها دراما او بتروح للعمل باسمه. بعد تجربه ما وراء الطبيعه، هل ده هيخليك ان انت تعيد نظر اكتر في الموضوع، ان انت تتجه اكتر للاعمال الدراميه؟ هو طبعا انا حابب جدا في يعني في المرحله دي، وخصوصا فيما بعد مرحله ما وراء الطبيعه، يمكن انا حابب كمان ان انا اخوض تجارب اكتر، وحابب كمان ان انا اجرب نفسي في مساحات اكتر، وحابب ان انا يعني علاقتي بالجمهور تتوطد اكتر. وطبعا يعني ده يعني انا جاهز، انا مستعد يعني بالعكس تماما مستعد لاني اقدر اخوض تجربه ثانيه وثالثه ورابعه. وطبعا يعني انا بقول استاذ عمرو سلامه من دلوقتي، انه استاذ عمرو ارجوك وراء الطبيعة الموسم الثاني ما تنسانيش.
اكيد. طيب هل في حاجه انت بتحضر لها الفتره دي ولا لسه انت عايز تستمتع بالتجربه اللي انت عملتها؟ يعني هو في الحقيقه انا يمكن بشتغل على عرض مسرح دلوقتي. يمكن المجموعه اللي معايا هم مش معروفين ولكنهم ممثلين محترفين وشاطرين خالص. بنعمل تجربه كده لطيفه داخل فيها فكره التمثيل والرقص والمالتي ميديا، بنحاول ان احنا نعمل حاجه شكلها مختلف شويه فيها مساحه من التجريب. بتتكلم عن علاقتنا كبشر بالتكنولوجيا وازاي التكنولوجيا اثرت على حياتنا وازاي عملت تغيير حتى في سلوكنا الشخصي وفي علاقتنا بالمحيط وعلاقتنا الاجتماعيه. فاتمنى ان شاء الله ان العمل ده يطلع على خير، وطبعا يعني انتوا اول المدعوين لحضوره. اكيد اكيد ان شاء الله. عبد السميع يعني نورتنا جدا وبنشكرك، والف مبروك نجاح المسلسل، والف مبروك نجاح شخصيه دكتور كمال، وان شاء الله كده تكون دي الانطلاقه ليك ويكون يعني فتحه خير عليك كده نشوفك في اعمال دراميه كتير جدا. وبشكرك جدا. بشكر حضرتك وبشكر اسره البرنامج طبعا وبشكر كل المتابعين. اكيد نورتنا جدا. شكرا. خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هيكون معانا فقرة عيش صح وبعدها إن بوكس بعد المداولة. خليكم معانا.